السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أش خبارك؟ لاباس عليك؟ الله يطول عمرك بنتي نجوى. هذا نهار مبروك اللي شد لي الخط واتصلت بك. والله يا مرحبا بك بنتي. أستاذ كنسألك الدعاء والله ما أتلفوا لي أسئلة بكثرة ما الفرحة مشاو لي جميع الأسئلة اللي كنت غنسولهم ليك. الله يعلي مقامك بنتي نجوى. الله يصلحك. امين يا رب. المهم استاذ كنطلبك تدعي معايا باش نثبت صلاتي ونكون بارة بوالديا ما عرفتش. تبارك الله تبارك الله بنتي. استاذ كنطلب منك الدعاء الام ديالي باش يعطيها الله الصبر. هي تزوجات في سن صغيره وخدات الاب ديالي كبير شيخ العمر ومرات من مشاكل عدة بحكم الأب ديالي كان مزوج بمرة أخرى وعنده ولاد أخرين وما موقعوا بزاف في المشاكل وما بقى عندها لا صبر لا والو. حاليا كاين شي مشاكل شي صعوبات كنسألك الدعاء ليها وتعطيها ربي الصبر وتكمل في العمل ديالها. يا ربي يا بنتي نجوى. يا ربي يا ربي الله يحفظك يا بنتي نجوى. بارك الله فيك نجوى. شكرا لك بنتي. وسبحان الله العظيم شوفوا هذه البنيه هاد الشابة يعني ملي كنسمعوا مثل هاد الكلمات نوقن بأن مغربنا على خير وبأن بنات المغرب صالحات مصلحات طيبات مباركات. شوف دابا هاد الشابة من إقليم بني ملال بغات دعوة ربي سبحانه وتعالى يتبت على الصلاة وهذا راه كلام كبير. وبغات دعوة أخرى أنها تكون بارة بوالديها وهذا كلام أعظم. يعني هاد الطلبين إلى ربي عز وجل وفق نجوى إليهما صارت مثل رابعة العدوية أو أكثر. صارت من الصالحات وصارت من القانتات وصارت من أهل الله وخاصته لأن الصلاة هي بينك وبين الله وبر الوالدين هو عماد الدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أسأل الله سبحانه وتعالى بنت نجوى أن يزيدك يقين في يقين ويحبب إليك الصلاة. راه كاين بعض الناس عندهم الصلاه ثقيله عندهم الصلاه كتجيهم بحال شي جبل فوق ظهورهم. وهناك من لا يصلي اصلا كيقول لك الله يهدينا سنين طويله وباقي مازال كيقول لنا لا يقولها من اعماق قلبه كيقولها باطراف لسانه. فاللي حب ربي عز وجل يحبب ليه الصلاه. الا حبب لك الله الصلاه غتعود واحد المحطه بحال واحد المحطه خمس مرات في اليوم كتدخل ليها باش دير الفيدونج وتعمر زيوت جديده وتنفخ الرويد وتمسح جميع الزجاج وغيرها وتستعد للانطلاقه. هكذا هي الصلاه. ما معنى الصلاه؟ الناس يظنونها تكليف ويظنونها بانها ثقل. بالعكس الصلاه هي عباره عن لله المثل الاعلى. بحال طريق سيار لوطوغوت طريق السيار غادي في طريق طويل من الدار البيضاء لطنجه مثلا ولا من الدار البيضاء غادي لاكادير واكيد ان السياره غتعب كتقلب على محطات داخل في حدود هذه الطريق السيار كتلقى واحد محطه ديال الوقود كتنزل كتنفخ الرويد كتعمر الليسونس كتغسل الزاج كتشرب قهيوه كتوضى ومن بعد كتشطرق عاد مره ثانيه. اش كيوقع للسياره كترتاح وانت كترتاح. هكذا الصلاه. الصلاه عباره عن محطه للتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللي ما كيصليش راه كيتم غادي متعب 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 حتى كيطيح بالمرة حتى كيتغلقوا عليه الأبواب. وأكبر عقاب كيعطي الله عز وجل هو الاكتئاب. عنده كل شيء عنده المال والجاه والمرتبة العليا ولكن ما عندوش نور الإيمان يصاب بالاكتئاب. وكتلقى دائما يجري في حلقة مفرغة لأنه نسي أبسط الأشياء هي الصلاة. بحال الفيدونج كتعود مرة ثانية خمس مرات في اليوم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا يمر بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات في اليوم أيبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا. فقال كذلك الصلاة. فهنيئا لك بنتي نجوى. الله يبليك بالصلاة وبطاعة الوالدين والوالدة والوليد الله تعالى رزقهم المحبة والمودة. الوالدة زوجة صغيرة
والاب كبير راه ماشي مشكل. الفارق في السن بين المرأة والرجل يكون هو كبير وهي صغيرة، او يكون العكس تكون هي كبيرة هو صغر منها، لا مشكل. فين كاين المشكل؟ المشكل موجود في القلب واللسان. ان يكون عينك قلب كبير ولسان حلو، هذا هو سر السعادة الزوجية، بل سر التعايش مع الناس. يكون اللي كان يكون كبير صغير غني فقير يساري اسلامي، يكون عنده ايديولوجي اللي بغى يكون، يكون كلنا من ادم وادم من تراب. المهم يكون عندك قلبا كبير ولسان حلو، احرص على ان يكون قلبك كبير ولسان حلو، وهذا من ابسط الاشياء. اذا دعوت الله قلت يا ربي اجعل قلبي كبير واجعل لساني حلو، فانك اينما حللت وارتحلت كدير التعايش والمحبه والموده بين الناس، خصوصا بين الزوج والزوجه. وكنبغي نقول واحد المساله للازواج اللي دابا الان ديما في نزاع. مره واحد الصديق ديالي مخاصم مع الزوجه ديالو في صراع، وطلب مني الدخل للصلح. غير وصلت للدار وقع الانفعال على ابسط الاشياء، كيوضع الكاس كيقول لها مالك كتنفخي كتسد الباب مالك على هذا الانفعال، الاولاد مقلقين. انا شعرت بحرج وقلت في انتظار ان تسوى الامور بلي المصحف، قلت نقرا المصحف. فبات لي صوره ديال العائله مجموعين، صوره الزوج والزوجه وولدتهم. فاخذت تلك الصوره وفتحت المصحف على سوره يوسف، ووضعتها في سوره يوسف في ذاك المقطع اللي فلما رايناه اكبرناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. وضعت الصوره فيها الام والاب والاولاد، صوره جماعيه عائليه، وضعتها في قلب القران وانصرفت لحالي، ذهبت. بعد اسبوع صديقي هذا كيقول لي مره ثانيه لست ادري ما الذي وقع، حياتي تغيرت، صارت زوجتي تطلب مني التسامح وتطلب مني الرضا، وأنا بدوري صرت أعطف عليها وأكرم، وأولادي الصغار صاروا يتعانقون فيما بينهم. ما الذي وقع لي؟ لست أدري. فقلت له يا أخي ببساطة، حينما دخلت إلى بيتك وجدت المصحف موضوع في مكان معين، ورأيت صورة لكم محطوطة بجانبه، فأخذتها ووضعتها في سورة يوسف، وفيها سر. سورة يوسف تعطي المحبة، من أردت أن الله تعالى يجعل في قلبك وقلبه محبة، ضع صورتك وصورته في سورة يوسف وسوف ترى العجائب. هذا الأمر أيها الأحباب الكرام لم أقوله الآن إلا بعد أن تم تجريبه مرات ومرات ومرات. كان هناك ناس واقفين على الطلاق، وسبحان الله العظيم أغلق ملف الطلاق وزرع الله محبة ومودة بين أفراد الأسرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى لن نجوى أن يسعد أمك وأباك ويسعدك بهما ويجمع شملكم، اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.